لاقى حاجة أصرف صورة من صور أولادي تحتيها بس، كان نفسي ألاقي صورة ولا هوية بس. هذا حي الشجاعية شرق مدينة غزة، هدنة نصف يوم كانت فرصة لكل من نزحوا منه تحت الضرب المدفعي العشوائي أن يعودوا إليه مؤقتا ليروا ما صارت إليه بيوتهم ويبحثوا عن أقاربهم المفقودين. محمد حبيب جاء ليتفقد منزله ويبحث عن عائلته فوجدها جثثا تحت أنقاضه. هذه المناطق كلها اختلفت، وأنا بنت المنطقة هذه صرت مش عارفة هذه الأرض لمين وهذه الدار لمين وهذه الدار لمين. مش مخلين ولا مكان، لا حجر ولا سجر ولا بشر ولا صوف ولا جاج ولا طير ولا حاجة، مش بالك هذا منظر يعني. طواقم الإسعاف استكملت ما لم تكن قد أنهته سابقا في المرة الوحيدة التي أتيح لها فيها الدخول إلى الشجاعية لساعات معدودة، ما يقرب من 100 جثة انتشلت من تحت الأنقاض، عدد كبير منها في الشجاعية. استطعنا استخراج جثة واحدة من أصل ثلاثة، نواجه صعوبة في استخراج البقية بسبب التدمير الكامل للمنزل المكون من 4 طوابق وعدم وجود أي آليات نستطيع استخراج أو نستطيع رفع الركام بها. مشاهد مروعة أفاق عليها الشجاعيون في شوارع حيهم، أطنان المتفجرات التي ألقيت على بيوتهم تعادل في الأثر الذي خلفته أعتى الكوارث الطبيعية التي يمكن أن تصيبهم. سعيد الحظ فيهم من كان أكبر أذاه أن لم يعد له بيت يؤويه. حزينة نظرتي على بيوتنا اللي تويانا وبعدانا فيها، اللي نلجأ للناس ونقعد عندهم ولو كان، لكن الإنسان تقيل بحس بنفسه بحس بحاله، ما بيقوي وبيريح نفسيته إلا بيته ومطرحه ومكانه. إحنا يعني تأخذنيش بالكلمة عيال، يعني أنا وابني وابني بيجي أكثر من 20 نفر، يعني وين مين اللي بدي ياخذنا 20 نفر قاعدنا عنده. ما تزال الكارثة خارج حدود الاستيعاب، هذه هي الصورة التي خلفتها وراءها الدولة التي تدعي أنها الأكثر تمدنا في جوارها، أرض محروقة وشعب مشرد. في الوقت المستقطع بين عدوانين يعاين الفلسطينيون حجم التدمير الذي ألحقته بهم آلة الحرب الإسرائيلية انتقاما منهم، دمار يضاف سببا آخر للتمسك بشروط المقاومة لإنهاء هذه الحرب، إذ لن تكون هناك إعادة إعمار دون رفع للحصار. محمد المدهون، قناة الجديد، غزة، فلسطين.